السلام عليكم. اليوم ان شاء الله جبت لكم واحد الحرشه تجي غزاله وزوينه بحال ديال الزنق. تنحتاجوا لهاد المقادير. سنحتاجوا لهاد الحرشه نص كيلو ديال السميده رقيقه، وربع كاس ديال الزيت المائده، جوج معالق ديال السنيده، والماء، خميره، وقبيصه ديال الملح، وواحد نص نص معلقه ديال الخميره ديال الخبز. تناخذوا اناء تنديروا فيه هذيك السميده الرقيقه، ومن فوق عاوتاني السنيده، هذيك الخميره والخميره، وتنضيفوا داك ربع كاس ديال الزيت المائده. واللي بغى يبدل الزيت المائده يبدلو بزيت العود ماشي مشكل. صافي تنبقاو نجمعوا هذا الخليط بيدينا تيتبسبس ولا تترمل. صافي من بعد ما جينز مزيان، تناخذوا واحد شويه في الشطه بصيل باش ندهنوا المقله ديالنا وباش نقرصوا الحرشه ديالنا. صافي دابا ناخذوا الماء ونبقاو نخلطوا، نديروا الماء على دو فوعات ماشي نخبط في مره واحده حتى تتجمع لينا السميده ديالنا، ما تكونش جاريه بزاف وما تكونش قاسحه. ومن بعد تناخذوا المقله ديالنا ترشوها بهذاك السميد اللي خلينا من الاول. صافي تنخويو العجينه ديالنا اللي خلطنا ديال السميد، تنبقاو نكرصوها في المقله مزيان، حاولوا باش نضغطوا عليها. وبالنسبه للعافيه ممكن تكون متوسطه ما تكونش مجهده بزاف باش ما تحرقش لينا الحرشه ديالنا. صافي تنستمروا بحال هكا تتبسط مزيان. تناخذوا شي معلقه ولا شي فورشيط ولا موس ولا باش نجمعوا داك الجناب ديالها باش ما تجيش مشققه وتجينا مجموعه الحرشه ديالنا وما تهرش لينا. تنستمروا بحال هكا نقادوها من الجناب كاملة. ومن بعد ما تجمعات تنتكوها بشي موس باش ما تنفخش لينا الحرشة ديالنا. صافي وتناخدو اللي بقى لينا ديال السميدة وترشوها من الفوق مزيان. ترشوها على هاد الشكل كاملة. دابا نخلي الحرشه ديالنا طيب، وما نساوش مره نبقاو نحركوا المقله باش ما تحرقش لينا. نحاولوا نحركوا على الجوانب كاملين باش ما تحرقش لينا. ودابا شوفوا معايا هي بدات تطيب. دابا يمكن لينا باش نقلبوها في شي صينيه ولا طبصيل. من بعد ما قلبناها رجعوها فوق البوطه الطيب ونتلاقاو باش نشوف الشكل النهائي. ها هو الشكل ديالنا كي تيجي، تجي حرشه غزاله. ونتمنى البنات باش تجربوها وتردوا عليا
تجي زوينه. ونقدمها لكم مع كاس ديال اتاي وبالصحه والراحه. وما تنساوش تابوناو عندي وديروا جيم، ومع السلامه.